الجيش الروسي أوقع القوات الأوكرانية في فخ ضرباتهم الصاروخية الحارقة، وروسيا استخدمت سلاحا يطلقون عليه سلاح الجحيم في عملية ضرب القوات الأوكرانية، وهذا جاء من خلال تقدم قد تم من قبل القوات الأوكرانية تجاه إحدى النقاط التي تأتي على محور زاباروجيا. ونتحدث هنا عن منطقة يطلق عليها بياتخاتكي كما ترونها بهذا الشكل، طبعا معهد دراسات الحرب هو الذي أكد التفاصيل التي سنذكرها لكم، كذلك مصادر روسية من وور غونزو من رايبار نشروا خارطة بهذا الشكل بشكل رسمي ووضحوا عملية الخرق التي جاءت هنا في هذه المنطقة بياتخاتكي، هذه القرية المهمة التي تأتي في هذا المحور المهم، وهذه طبعا هي صورة مقربة لطبيعة ما جرى. والذي جرى طبعا من خلال هذا الهجوم أن القوات الروسية في حقيقة الأمر هذه هي قرية بياتخاتكي التي كانوا طبعا يسيطرون عليها، وهذه هي أيضا الغابات التي كانوا يسيطرون عليها، والقوات الأوكرانية كانت تعد للقيام بهجوم للسيطرة على هذه القرية، وبالتالي اتخذت قرارا القوات الأوكرانية أولا أن تقوم بقصف هذه الغابات بداية، وانسحبت القوات طبعا الروسية إلى هذه المنطقة المرتفعة وإلى هذه القرية أيضا وهي زربيانكي كما يطلقونه أو كما هو اسمها بكل تأكيد، وبعد ذلك تقدمت القوات الأوكرانية وسيطرت على هذه الغابات بالكامل، وبعد ذلك بدأوا بقصف شديد على القوات الروسية مما أدى أيضا تلا بعد ذلك القصف هجوما بريا من القوات الأوكرانية قادمة من الغابات طبعا وكذلك من هذا الاتجاه من محورين، وهذا دفع القوات الروسية ببساطة أن تنسحب عبر هذا الطريق إلى زربيانكي التي ترونها هنا. وهنا جاء الفخ بالنسبة للقوات الروسية، قرية صغيرة على علو طبعا منخفضة هي بالنسبة للمناطق التي تأتي إلى غربها، وعلى هذا الأساس اتخذوا قرارا بإيقاع القوات الأوكرانية في مصيف ضرباتهم، ووجهوا ضربات عنيفة للغاية على القوات الأوكرانية التي تقدمت هنا، وتكبدت القوات الأوكرانية خسائرا كبيرة على مستوى المعدات وحتى على مستوى الجنود الموجودين، وصلت فقط القرية إلى ما يقارب الأكثر من 40% من الدمار بسبب هذه الضربات التي جاءت بهذا الشكل. وكانت هنالك لقطات في حقيقة الأمر إلى طبيعة هذا الضرب أو هذا القصف القادم من الجانب الأوكراني والجانب الروسي. على سبيل المثال الجانب الأوكراني من هذه اللقطة صوروا طبيعة القصف والهجوم الخاص بهم وسنرى ذلك، وأيضا من هذه اللقطة أيضا الطائرات المسيرة الروسية صورت طبيعة القصف الروسي على القوات الأوكرانية وعمليات الاستنزاف التي قاموا بها. وإذا ما أردنا أن نلقي نظرة سريعة على ما جرى من هذا القصف الذي نتحدث عنه الآن من الجانبين طبعا إن كان الأوكراني والروسي، ولنلقي نظرة على الجانب الأوكراني الآن من اللقطة في القمر الصناعي، وسنلاحظ هنا كما تلاحظون كيف بدأت القوات الأوكرانية بهذا الهجوم على القوات الروسية وحققت ضربات عنيفة للغاية القوات الأوكرانية في بداية هذا الأمر، وتقدمت بسرعة لأن القوات الروسية كانت تعلم أن هنالك شيء ما يجري، وهذا هو التصوير الروسي. بعد الانسحاب أوقع القوات الأوكرانية تحت ضرباتهم المدفعية كما تلاحظون مما هو مصور، هذه هي الآليات الخاصة بالقوات الأوكرانية، وكذلك سنلاحظ المدرعات الأوكرانية هنا كما تلاحظون كيف أنها تتقدم تدخل إلى هذه القرية، وبعد ذلك تأتي القوات الروسية لتحقق المفاجأة وتحقق ضربات من هذا النوع. معركة كبيرة للغاية في 48 ساعة الماضية شهدتها هذه المنطقة، وبالتالي طبعا كان هنالك تقاريرا مهمة لم تظهر ولم تكن مصورة، ولكنها كانت قادمة أيضا من الجانبين، من الجانب الروسي ومن الجانب الأوكراني. الجانب الروسي تحدث بأن كان هنالك استخداما لسلاح الجحيم الذي تحدثنا عنه ألا وهو TOS-1A استخدمت فيه وأطلقت من هذه الراجمات الصاروخية راجمات اللهب كما يطلقون عليها أيضا 116 صاروخا. وكما نلاحظ هنا أيضا الجانب الأوكراني تحدث بشكل واضح بأن استخدمت هنا التوس 1 مئة ما يقارب الأكثر الأوفر 100 طبعا ميسايلز أو روكتس قد استخدمت من الصواريخ الحارقة من هذه الراجمات، وطبعا 40% كما نلاحظ دمرت من هذه القرية بحسب هذه التفاصيل. وبالتالي هم يتحدثون عن هذه الراجمة الصاروخية التي ترونها أمامكم توس 1 التي تحدثنا عنها كما يطلقون عليها أيضا في بعض الأحيان سلاح روسيا
الحارقة أو الشمس الروسية الحارقة، وذلك بسبب الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها هذه الراجمة الصاروخية، كما تلاحظ فيها 24 صاروخا، وهذه الصواريخ الموجودة فيها هي من 200 أو من عيار 220 ملم، بالإضافة إلى ذلك بأنها تصل إلى مديات 6 كيلومترات عندما تستهدف أهدافها، وأيضا بأن هذه الصواريخ تنطلق عندما تنطلق وتقوم بمهاجمة أهدافها تنطلق خلال 6 ثواني وتستهدف أهدافها وتصل إلى أهدافها بأكملها خلال 90 ثانية وهي تعمل بالأشعة تحت الحمراء. وطبعا الخطر فيها هي هذه السحابة السوداء والضغط العالي الذي تتسبب به هذه المنظومة عندما تطلق صواريخها الحارقة التي ترونها، بسبب أن هذه السحابة تقطع الأكسجين من المنطقة المحدودة التي تسقط فيها، وبالتالي هي تؤدي إلى امتصاص الأكسجين من رئة الإنسان، تؤدي إلى الاختناق، إلى الموت. الضغط العالي يؤدي إلى كسر عظام الشخص المتواجد في تلك المنطقة، وأيضا خلع العينين، نزيف داخلي، وبالإضافة إلى تمزق شديد على مستوى طبلة الإذن. وبالتالي نحن نتحدث عن سلاح خارق وخطير للغاية، ولكن في مناطق محدودة، والتقارير تتحدث بأنه قد استخدم في بيات خاتكي، ولكن المشكلة لم تكن هنالك لقطات مصورة حقيقية لتلك المنطقة وهي تستهدف. مع ذلك إن في نفس ذلك اليوم كانت هنالك تقاريرا تحدثت عن استخدام نفس الراجمة الصاروخية بهذا الشكل في إحدى النقاط الموجودة في أفدييفكا، الموجودة طبعا في دانييتسك، ونشروا هذه اللقطات بحسب هذا التقرير من القنوات الروسية طبعا، وقالوا بأن هذه الراجمة نفسها تستخدم ضد القوات الأوكرانية، وبالتالي هنالك استنزاف خطير للغاية من قبل الروس تجاه القوات الأوكرانية. ويجب أن ننتبه لماذا القوات الروسية تقوم باستخدام هذا السلاح وضربت هذه القرية الصغيرة للغاية، هي ليست قرية استراتيجية لكي يقاتلوا ويستخدموا هذه الأسلحة الهائلة بهذا الشكل فيها. هذا يعود لسبب مهم، التقدم الأوكراني الذي تم هو خطير للغاية. فالقوات الأوكرانية بمجرد ما وصلت إلى بيات خاتكي التي تحدثنا عنها وسيطرتها على هذه الغابات، فإنها أمام زربيانكي التي ترونها سيتقدمون إليها. ولاحظ أن الخطوط السوداء هنا هي الخطوط الدفاعية الروسية، هذه مسألة في غاية الأهمية، لنأخذ صورة أوضح طبعا من هذه النقطة. بهذا الشكل ستلاحظ الخطوط الدفاعية الروسية المهمة هنا، وبالتالي ليست هنالك الكثير من الخطوط الدفاعية باتجاه هذا الطريق، أي عندما يصلون زربيانكي سيصلون إلى لوغوف هنا، وبعد ذلك يفتح الطريق للقوات الأوكرانية وتصبح أمام خيارين. الخيار على ما يبدو هو ليسنا هنا إن قامت بكسر الخطوط الروسية بهذا الاتجاه وسيطرت على هذه المنطقة، فالقوات الروسية في مشكلة حقيقية بأن عليها أن تترك كل هذه المنطقة وأن تنسحب إلى ليزنا، وقد تنسحب أيضا إلى فازليفكا الغير محمية بشكل كبير. ليس هنالك الكثير من الخطوط السوداء لحماية هذه المنطقة، وبالتالي كل شيء معرض إلى الخطر إذا تقدمت القوات الأوكرانية إلى هذه المنطقة. وبالتالي هذا هو الطريق الأوكراني الواضح بعد السيطرة على بيات خاتكي، وبالتالي القوات الروسية مضطرة أن تتصرف على هذه القرى الصغيرة وأن تضربها وتوقع خسائر كبيرة في القوات الأوكرانية. وطبعا هنا يجب أن ننتبه بأن الجبهة تتوسع للأوكرانيين، هذه هي جدية الموقف. يعني لاحظ هنا على سبيل المثال إذا ما قمنا بالعودة قليلا وكان هنالك تقدما مهما قد جرى، نعود إلى 18 أو 17 هنا من يونيو كما تلاحظون في 48 ساعة الماضية، ستلاحظ أن الجبهة قد توسعت، الأوكرانيين وسعوا عملية سيطرتهم على هذه المنطقة. وطبعا هذه المنطقة سنلاحظ بحساب المنطقة التي تقدموا إليها من هنا إلى هنا، ستلاحظ بأنك عما يقارب 5.8 كيلومتر سيطرت عليها القوات الأوكرانية، وهذه لها حسابات مهمة بالنسبة للقوات الأوكرانية. طبعا بكل تأكيد الجبهة كما تحدثنا تتوسع، كل شيء يتوسع، هذا ما تبحث عنه القوات الأوكرانية، ألا وهو أريد التوسع هنا، وكذلك تتوسع بهذا الاتجاه الآن. وعلى هذا الأساس التقدم إلى فاسليفكا هو سيعني ببساطة كل هذه الجبهة أصبحت تحت سيطرتهم وأصبحوا مستعدين للتقدم على الخط الدفاعي الرئيسي الروسي، وبالتالي الروس يجب أن يتعاملوا مع هذا الموقف بغض النظر عن كل التفاصيل المهمة الاستراتيجية البعيدة المدى التي تبدو واضحة بأن الأوكرانيين يعملون عليها، إلا أن القوات الأوكرانية
الآن لديها نشوة في عملية السيطرة على بيات خاتكي، وجاءت طبعا اللقطات بهذا الشكل وتصوير الجنود الأوكرانيين وهم يقفون أمام إحدى المباني المدمرة بأنهم قد سيطروا فعلا وأعلنوا السيطرة على هذه القرية الصغيرة. وكانت هنالك أيضا تصريحات من نائبة وزير الدفاع الأوكراني التي أكدت بأنهم تمكنوا من السيطرة على 8 مستوطنات في 2 أسبوع فقط، أي منذ بدء الهجوم المضاد الأوكراني في مراحله الأولى. هنالك مراحل ستلي هذه أو هذا الهجوم. بشكل عام القوات الأوكرانية تدرك بأن هنالك ضحايا وهنالك خسائر كبيرة بسبب قوة الدفاع القوات الروسية والخطط الروسية التي طبعا الدفاعية المهمة التي تستنزف فيها كثيرا القوات الأوكرانية، وهذا بالضبط ما تهدف إليه وهذا ما انتبه إليه أيضا الغرب. على سبيل المثال النيويورك تايمز قالت قبل 48 ساعة من الآن الآتي حول الدفاعات الروسية: لقد غيرت روسيا تكتيكاتها في ساحة المعركة استعدادا للهجوم المضاد لأوكرانيا، فقد حسنت الانضباط والتنسيق والدعم الجوي، مما ينذر بحرب متغيرة، أي أن الأمور قد تسير العكس تماما. القوات الروسية هي التي قد تقوم بمهاجمة القوات الأوكرانية في نقطة معينة. أيضا The Sunday Times كما تلاحظ هنا أيضا ذكرت الآتي: تدرك الولايات المتحدة وحلفائها أن هجوم كييف المضاد من غير المرجح أن يسحق روسيا، لكنهم يأملون في إلحاق قدر كاف من الأذى يؤدي إلى هز الكرملين. بالتالي هم واضح يعلمون تماما أن الاستثمارات فيها خسائر كبيرة وممكن أن يدفعون ثمن كل هذا الهجوم دون أن يحققوا هجوما أو نجاحا كبيرا في العملية الخاصة بهم. كذلك وزارة الدفاع البريطانية أيضا كانت واضحة يوم أمس بهذا الشكل، ذكرت أن القوات الروسية تحقق دفاعا فعالا كبيرا على مستوى الجنوب الأوكراني، وكذلك في نفس الوقت ذكرت اليوم بهذا الشكل بأن هنالك نقلا وتعزيزا للقوات الروسية باتجاه محور زاباروجيا، أي بمعنى آخر بأن التحرك طبعا الروسي هو يأتي من هذه المنطقة ويعززون تواجدهم وخطوطهم الدفاعية القوية التي هيئوها منذ سنة كاملة بعد سماعهم لتقارير الهجوم المضاد الأوكراني بأنهم يعززون بهذا الاتجاه. بالتالي فرص الأوكرانيين للتقدم تبدو صعبة للغاية في ظل هذه التقارير وفي ظل هذه التطورات التي طبعا تأتي بهذا الشكل. وفي نفس الوقت بوتين يلعب على الناتو، هو يضغط على الناتو بشكل كبير. فعلى سبيل المثال الآن تأكدت وبتصريحات واضحة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنهم قد نقلوا الآن إلى بيلاروسيا الرؤوس أو الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، وقد نقلت أساسا إلى بيلاروسيا. وألكساندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي بدأ يهدد، بدأ يرفع صوته أمام الجميع وبدأ يقول إذا تعرضنا للهجوم سنهاجم وسندخل في النزاع الأوكراني. كانت هنالك أيضا تحركات مثيرة للغاية للدبابات التي على ما يبدو بأنها بيلاروسية تتحرك باتجاه الحدود البولندية وكذلك الحدود الأوكرانية في نفس الوقت. يوم أمس قد نشر هذا المقطع المصور لهذه المدرعات التي تلاحظونها للجيش البيلاروسي وهي تنقل في منطقة معينة. وطبعا إذا ما حاولنا أن نأخذ بعض العلامات من هذه المنطقة ونحاول الاستفادة من طبيعة ما نشر من معلومات عن طبيعة هذه المنطقة، سنلاحظ بأننا ببساطة أمام مدخل مميز هنا، وأن المبنى نوعا ما لونه رمادي ولديه شكل مميز هذا المبنى، ليس هنالك أي مبنى آخر إلى شمال المبنى الذي نذكره الآن الموجود في محطة القطار هنا. وكذلك يجب أن ننتبه إلى هذه الشجرة التي تأتي نوعا ما تقابل أو مقابلة نوعا ما لهذا المبنى الذي ترونه من الجهة الشمال على الأقل من الزاوية التي نراها. وبالتالي لسنا أمام الكثير من العلامات، كل ما علينا البحث عنه هو هذا المبنى الذي يأتي طبعا سقفه باللون الرمادي مع المدخل الخاص به. وطبعا المصادر تحدثت، والمصدر الذي نشر هذا المقطع يوم أمس ذكر هنا بهذا الشكل بارانافيتشي، هذا هو اسم المنطقة الموجودة في بيلاروسيا. وبالتالي إذا ما اتجهنا إلى بيلاروسيا، هذه هي أوكرانيا، هذه هي بيلاروسيا، نتجه إلى بارانافيتشي التي تحدثنا عنها. وستلاحظ بأن هنالك سكة حديد تقطع هذه المدينة في الوسط. وطبعا إذا ما بحثت شيئا فشيئا خطوة بخطوة نبحث عن هذا النوع من المباني، ستلاحظ بأنك لست أمام مباني كثيرة متواجدة بالمدينة.
باللون الرمادي، ليس هنالك مبنى بالقرب منها، ولكن عندما تقترب من هذه النقطة فأنت سترى أنك أمام نوعا ما مبنى أبيض، هو ليس أبيض مقارنة بالمبنى الذي رأيناه هنا، ولكن هذا المبنى يبدو مشابها للذي رأيناه، خاصة وأن أخذنا صورة أوضح بتاريخ مختلف لزاوية أفضل لأشعة الشمس، وحاولنا أن نقترب طبعا من هذه الزاوية. لنتوقف هنا قليلا، سنلاحظ بأننا أمام نفس المدخل طبعا الذي رأيناه هنا، السقف نفسه تماما وشكل المنطقة مطابق تماما لما رأيناه، ليس هنالك مبنى بجانبه أو ملاصق له، وهذه هي الشجرة التي رأيناها. ببساطة قد وجدنا هذا الموقع وعملية النقل المهمة جدا التي تأتي، هذا طبعا سيوضح لنا إلى أين تتجه هذه الدبابات، وبالتالي الاتجاه بهذا الشكل إلى الشمال لنأخذ صورة أوضح إلى الشمال قليلا من هذا القمر الصناعي، ونحاول أن نبتعد من هذه النقطة لكي نرى أين تتجه هذه الدبابات، هل هي بالاتجاه الروسي أم بالاتجاه البولندي. وبالتالي سنلاحظ بمجرد التوقف هنا بأن فعلا بأن بارانوفيتشي هنا بهذا الاتجاه، هذا يعني بأن هنالك توجها بهذه المناطق وتحشيدات خطيرة للغاية بهذا الاتجاه. البعض قد يعتقد بأن الهجوم الروسي انتهى على كييف وخسرت القوات الروسية، وبأن روسيا لن تحقق المزيد من الهجمات الخطيرة على العاصمة الأوكرانية كييف. يجب أن ننتبه أن بيلاروسيا لا زالت تشكل خطرا على العاصمة الأوكرانية، خاصة وأن تفاصيل مثيرة كشفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه عن طبيعة الانسحاب الروسي. هذا جاء أساسا من كييف طبعا، جاء وأصبح واضحا بعد ذهاب وفد من عدد من الدول الأفريقية إلى كييف بهذا الشكل في القطار قادمين من بولندا، التقوا بزيلينسكي من أجل خطة سلام لإيقاف هذه الحرب، وأيضا في نفس الوقت اتجه هذا الوفد إلى سان بيترسبرغ في روسيا، وطبعا التقوا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير بوتين قال لهم نحن نريد التفاوض، وهذه اتفاقية وقعناها في إسطنبول العام الماضي عندما اقتربنا كثيرا من العاصمة الأوكرانية كييف وبحضور الرئيس طبعا التركي رجب طيب أردوغان، وكانت هنالك تفاصيل قد ذكرت في هذه الاتفاقية وبتوقيع الأوكرانيين، وأوضح من خلال التفاصيل الكثيرة التي تصبح واضحة بهذا الشكل أن هنالك طلبات روسية وافقت عليها أوكرانيا. الطلبات ببساطة أننا سننسحب من هذه المنطقة التي اقتربنا فيها من كييف، ننسحب طبعا وننسحب من تشيرنهيف وننسحب من سومي، بمعنى أن كل هذه المناطق انسحبت القوات طبعا الروسية بهذا الشكل وأفرغتها وبقيت في خاركيف وفي المناطق التي تقدمت لها بهذا الاتجاه. ننسحب ولكن يجب أن تخففوا من سلاحكم، يجب طبعا القصد هنا من التخفيف من السلاح 50% من السلاح الأوكراني يجب أن يتم نزعه تماما، يجب أن تكون أوكرانيا محايدة، يجب أن لا تصبح دولة نووية، وكذلك يجب أن لا تكون عضوة في الاتحاد الأوروبي. شروط كثيرة روسية انسحبوا على أساس هذا الاتفاق الموقع من قبل الأوكرانيين، ولكن في نهاية المطاف كما تحدث بوتين أن أوكرانيا تركت الأمور ورمت هذه الاتفاقية عرض الحائط، وبالتالي قالت أوكرانيا هزمنا القوات الروسية وهذه هزيمة نكراء، وبالتالي بوتين وجد بأن الأوكرانيين هم الذين لا يريدون الاتفاق في حقيقة الأمر. لذلك يجب أن ننتبه إلى كل التحركات التي تأتي في بيلاروسيا واتجاه كييف مرة أخرى.